هدف الانتدابات كذلك في التشكيلة السيباوية. إبراهيم الجوابرة صاحب 30 سنة القادم من النادي الأردني الكبير نادي الوحدات، نادي الوحدات الأردني طبعا هنالك صاحب البطولات والإجازات في كرة القدم الأردنية. إبراهيم الجوابرة الأردني مثل ما ذكرت طبعا مثل منتخب الأردن، قادم من نادي الوحدات الأردني. هذه أول تجربة احترافية خارجية لإبراهيم الجوابرة. ماشي المحاولة، إبراهيم الجوابرة الآن تمريرة طويلة وللأمام، محسن يحاول يمر، خطر المحاولة، جول. ضاعت على الحاتمي فرصة سيباوية في غاية الخطورة. حسن الغساني يبدو، ولكن الفينيشينج ما كان بالشكل المطلوب من الحاتمي، وبالتالي التالي الكرة بتعدي وبتمر. سلامات على مرمى المصلحة. شوفوا معي محسن تحضرت بشكل جيد، والحاتمي مكان يواجه من خلاله عبد الملك البادري. راح يتم إجراء قرعة. هنا محاولة إبراهيم الجوابرة، تمريرة للأمام خطيرة لصالح السيب، ممكن ولكن تتخلص، ما زالت مستمرة تبعد الكرة الماضية. إبراهيم الجوابرة أمامية المحاولة، خدوهات بشكل جيد، تصل لعبد العزيز المقبالة السريع، تعود إبراهيم الجوابرة للأمام، العوبة حلوة ولكن تبعد تتخلص. مباراتي ظفار والنهضة، سيب لو خرج متعادل راح نكمل بعد هذه المحاولة. الله، حلوة اللعبة، حلوة اللعبة الماضية لكن تلامس الشباك الخارجية. الغساني أوقفني، نعم، وكاد أن يأتي بالهدف السيباوي الأول. تصف أرشد إلى عبد العزيز، هذه العرضية من إبراهيم جوابرة خطيرة، يا سلام يا سيباوي، الفرصة الأولى للسيب ضاعت. هذه الكرة الماضية الجميلة والتسديدة من عبد العزيز المقبالي، يعيدها لإبراهيم الجوابرة الأردني، يتخلص إبراهيم، يحافظ على كرته، يحافظ على كرة ابن عمان، ويكسب رمية جانبية، يكسب رمية جانبية. اللاعب الواضح في الصورة، هدف الانتدابات كذلك في التشكيلة السيباوية. إبراهيم الجوابرة صاحب 30 سنة القادم من النادي الأردني الكبير نادي الوحدات، نادي الوحدات الأردني طبعا هنالك صاحب البطولات والإجازات في كرة القدم الأردنية. كان في شوط المباراة الأول لكنه لم يستثمر ذلك، كرة للأمام تبعد من عبد السلام، بداية قوية للفريق تكون سهلة بالرغم من خبرة ظفار، من طبعا تمرسه في المواعيد الكبيرة، لكن الرستاق يقدم موسم كبير. الكرة الماضية تصبح رمي تماس لصالح المصنع. في هذا الموسم نعم موقع مع نادي المصنع لوكو. مازل إبراهيم الجوابرة، إبراهيم بسلام جيد على طول ماشي، أمجد الحارثي للسيب، عرضية للأمام ولكن كرة من جديد. نذكر بأن هذه النتيجة تعني الاستمرار لأشواط إضافية. هنا محاولة ولكن تتخلص، فيها ركلة ركنية يبدو لصالح السيب. تعادل نهاية الأول، كرة تلعب عالية للأمام، تتخلص من دوربين بشكل غير جيد، لكن بالنسبة لفهمي المهم صالح السيب، تلعب عالية للأمام، رأسية موجودة ولكن أيضا تتخلص للمرة الثالثة. رمي تماس لصالح السيب، كانت منذ فترة طويلة وطويلة جدا، 24 سنة مرت على آخر لقب، ولكن عبد العزيز جهة اليمنى لإبراهيم الجوابرة، كرة بتعود، الله على مرور ودوران جميل من الجوابرة لأمجد الحارثي، الجوابرة من جديد، يا سلام يا سلام، إبراهيم يبحث عن مساله كمحبي اخرى لعلي البوسعيدي. حلوه اللعبه، ابراهيم الجوابره الان، ابراهيم نقلها للامام، خطيره خطيره جدا ولكن تبعد من غانم الحبشي، تبعد من غانم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مره تعدد، امجد عرضيه خطره، جول جول جول، في غمره احتفالاته باليوبيل الذهبي، السيب يبحث عن أغلى الكوس، الإمبراطور يفكر في العبور والوصول إلى النهائي الكبير. الله 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 الله،
الامبراطور يظهر، الامبراطورية تجد الروعة، والسيب ربما يعبر الى النهائي الكبير. الله على كرة عرضية جميلة راسية من المتربص المقبالي، على طول على طول قوية يرسلها براسه. لها حل، ما لها حل. يلقى صالح حول يمور لحسين، حضرة خضراء، جواب رقوق، الرقادي يتصدى، الرقادي يتصدى لكرة إبراهيم ويمنعه من تسجيل أول أهدافه مع نادي السيب. كرة تعود، تمريرة نعم من حميد، وبعد ذلك من غساني محسن، هيئها بشكل جميل لإبراهيم الجوابرة، ولكن الرقادي هذه لاعبي نادي مسقط في هذه الأوقات. فيرمين كوريا يحاول خاطئ، أول نهائي متكرر في البطولة جمع بين نادي حاول في الكرة العرضية، لكن الكرة الماضية اللي كانت سهلة جدا في احضان احمد الرواحي. بوسعيد يتقدم هذا الموسم بالتاكيد، هو مباراه من 5 مباريات، معدل تهديفي مميز جدا للاعب كمر الى ركنيه على يسار حارس المرمى عمر الغابشي. ترسل الكره الان ومحاوله عرضيه عالت من جريد، سقطت خلف، كان ظاهر في عديد الكرات الهجوميه من الطرف الايسر للسيب، حارس الثالث في نادي السيب. بينما هنا ليات التي يقدمونها في بطولة الدوري، بينما هنا محاولة عيد الفارسي، الفارسي لكن جونيور يبعد كرة تأخر فيها إبراهيم، لكن كسبها من جديد. الآن محاولة من عبد الخالق، تمريرة، ولكن أيضا تعود الكرة عند إبراهيم عبد الخالق، تمريرة جميلة إلى نجم من نجوم السيبالي مازن، قطعت الكرة من إبراهيم لمصلحة السيب ولمصلحة إبراهيم، تمريرة أمامية يا حميد يا ميدو، ما في لاعب أمامك لكن في 3 لاعبين مع الحارس في المرمى. الآن بنخض والهات مع إبراهيم، خلص وقت ما تغيب، هكذا يتغنى أنس، هكذا يتحدث أنس المخيني الشاعر ويتغنى هنالك بطولات مسجلة بالنسبة له هنا في الدوري. صاحب المركز بعد ذلك البحث عن امجر خطيره لمصلحه السيب، ما زالت السيب، ما زالت الكره في الرواق الايمن. شموسي تبعد من عبد العزيز، استقبل 25 اخر من غير مدربه، طبعا بالامس استغنى عن مدربه، والكره لمصلحه ابراهيم الجوابره قضيه الملعب. الى اين هذه للجوابره، هذه للاردني، تعود تسديده من حمفي، كرة للأمام، محاولة سيباوية، ولكن أيضا الدقيقة 90 راح يشوف الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع. سيباوية محاولة خطيرة للأمام، ولكن المخيني إبراهيم يتصدى ويسيطر على الكرة الماضية. محاولة سيباوية لم تجد طريقها للمرمى، شوف الإعادة مرة أخرى، تمريرة محسن وتوغل الجوابرة، كرة تعود مرة أخرى. اللي كان موسم 96-97 استطاع نادي السيب في أن يحقق اللقب، أيضا في النهائي الرابع 97-98 نجح في تحقيق اللقب. النهائي الخامس هنالك في أقصى الجهة اليسرى، لا زالت يحاول فيها ويلحق عليها علي البوسعيدي، ينطلق البوسعيدي يمر ويتحصل على خطأ في مكان خطير لمصلحة لاعبي نادي السيب. بعد الانطلاقة اللي كانت لم تكن من البوسعيدي، كانت الكرة الماضية من اللاعب البديل إبراهيم ناصر جوابري اللي مر وتقدم في المحاولة الماضية وسقط في الكرة الماضية. السلام إن شاء الله لهذا المهاجم إبراهيم ناصر بعد المحاولة اللي حاول فيها. فلنقل جميعا للإمبراطور، للأصفر، للإمبراطور السيباوي، نادي العاصمة الجميل، مبروك، ألف ألف مبروك لنادي السيب اللقب الرابع في تاريخه، اللقب الرابع بعد التاريخ من الانتظار والحنين.